الله عز وجل كفى رسوله المستهزئين، هذا وهو بمكة، وعصمه هذا وهو بالمدينة في أواخر ما أنزل عليه. فالحفظ الإلهي حاصل من قبل ومن بعد. قد يتطرق الوهن إلى بعض الدعاة إلى الله إذا ادلهمت الفتن وعظمت الخطوب وكثرت الزلازل والمحن، فيقول هذا ضمان من الله لرسوله، أنا مالي. نقول لك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ كافيه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم، فلهذا على طالب العلم والداعي إلى الله أن يكون عنده إقدام في الدعوة إلى الله عز وجل، وشجاعة وثبات، مع تعقل تام في التعامل مع الفتن، ومعرفة السلبيات والإيجابيات والمنافع والمضار، وماذا يقول وعما يحجم، ويقدم في موطن الإقدام ويحجم في موقف الإحجام. فإذا من الله عليك بالبصيرة والفقه في الدين ومعرفة كيفية تسير الدعوة إلى الله، إذا رزقك الله ذلك فقد رزقت خيرا كثيرا. كم نال بالتدبير من هو صابر ما لم ينله بعسكر جرار. نعم، فبتدبير الأمور وبالصبر وفهم الواقع الذي تعيش فيه، هذا يجعلك تسير في الدعوة إلى الله بشجاعة وإقدام وقوة قلب. الداعي إلى الله عز وجل داعي إلى الله، انتبه، هذا مبتدأ وخبر. مثل ما تقول أنا من أنت؟ تقول أنا. فأقول الداعي إلى الله هو الداعي إلى الله، ليس الداعي إلى حزب ولا إلى طائفة ولا إلى جماعة ولا إلى أناس، هو داعي إلى الله. فإذا كنت تدعو إلى الله عز وجل سيكفيك الله، ولا سيجد صاحب الدنيا أنك تنازعه، ولا صاحب المنصب أنك تنازعه، ولا يجد صاحب هوى مدخلا عليك، لأنك داع إلى الله، وحرصك هو كيف تدعو الناس إلى الله. نعم، فأنت ترشد الغاوي وتهدي الضال وتعلم الجاهل، أنت أيها الداعي إلى الله أقوى من يحافظ على أمن المجتمع. كيف؟ ألست تحذر من السرقة؟ تحذر من الزنا؟ تحذر من الفواحش؟ تحذر من قتل النفس المحرمة؟ تحذر من أذية الجيران؟ تحذر من عقوق الوالدين؟ تحذر من الغش؟ تحذر من الكذب؟ تحذر من الأيمان الفاجرة؟ أنت أحسن واحد يحافظ على أمن المجتمع، من الذي يستطيع أن يقف أمامك أو يقول لك أنت غلطان؟ أنت أحسن من يحافظ على أمن المجتمع، لأنك تدعو الناس إلى الله عز وجل. فلهذا ليكن الداعي إلى الله عز وجل عنده إقدام لا يعرف الرجوع إلى الوراء. الداعي إلى الله مثل السيل، ما يرجع وراء، إذا وجد حواجز يتكاثر في مكانه ويستمر على ما هو عليه. فهكذا تكون أيها الداعي إلى الله متوكلا على الله عز وجل، ولا تكن كحال الجبان الرعديد الذي يرتبك ولا يدري كيف يصنع، لأنه ما عنده خبرة كيف يدعو إلى الله، أو أنه عنده حب لذاته أو غير ذلك. ما أحسن قول القائل: حب السلامة يفني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل، فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا
في الأرض أو سلما في الجو فاعتزلي، ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها واقتنع منهن بالبلل. يرضى الذليل بخفض العيش يخفضه، والعز عند رسيم الأينق الذلل. لمن هذه الأبيات؟ هذه من لامية العجم للطغرائي، لامية العجم للطغرائي قصيدة مشهورة جدا، لامية العجم للطغرائي. نعم، وأقوى من هذه الأبيات الآيات التي افتتحنا بها الكلام: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر الله عز وجل لك الأمور. قال ابن كثير عليه رحمة الله: